السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي واسم أشقائي ضيوف المؤتمر وبصفتي الرسمية أود أن أثني على اختيار هذا الموضوع الحيوي سعادة اللواء عصام البداوي محافظ المنطقة. كما أود أن أشكر المنظمين على استضافة دولة الإمارات ممثلة بالجمعية الجغرافية الإماراتية التي ممثلة لهذا المؤتمر، وأتمنى أن تكون هذه بداية تعاون بين الجمعية الجغرافية الإماراتية وجامعة المنيا. وبصفتي الشخصية أود البوح بأني أحب مصر والمصريين، ودوما تعجبت ويتعجب الأصدقاء من هذا التعلق الكبير بهذا الوطن العزيز. عشان نسافر نزيد من الحسنات داخل الفصائل الأيديولوجية المختلفة في المجتمعات العربية، ويحدث حالة انشقاق، ويصل الحال إلى أن يحقق نجاح يستحق عليه جائزة نوبل الحرب وشبه السلام. هي المهابة والقيادة والهمم، هي البشاشة كطفل يبتسم، هي الطليقة كسيل يحتدم، هي الأنيقة الرقيقة المليئة بالنعم، مع فكرة فنية في حب مصر الأبي.